السويد السويد. السلام عليكم ابطال امير بروز، رجعت لكم بفيديو جديد ضمن سلسله الوجبات العسكريه. اليوم راح اكل طعام الجيش السويدي. مثل ما تشوفون وجبه طعام الجندي السويدي لمده 24 ساعه يوم كامل. وبما انه اليوم الوجبه عسكريه فخلوني اقدم لكم لعبه وور روبوت. هاي اللعبه اللي يلعبها الملايين حول العالم، بيها اكثر من 50 نوع من الروبوتات والاسلحه المناسبه لكل طريقه لعب، بالاضافه الى مجموعه كبيره من الشخصيات والتجهيزات والخرائط. بيها 20 اداه تحكم مع قدرات فريده من نوعها للسيطره على الروبوتات. والحلو انه بهاي اللعبه تتحدث بين فتره وفتره، يعني التحديثات مستمره بهاي اللعبه، وهذا الشيء راح يخليها لعبه متطوره ومتجدده، وبين فتره وفتره تنزل شخصيات جديده وأسلحة جديدة وروبوتات جديدة. بمجرد تحميل اللعبة راح تحصلون على هدايا عبارة عن روبوت بوا وسيت كامل من الأسلحة، بالإضافة إلى 100 ذهب و400 ألف فضة. راح تقدرون من هاي الهدايا تطورون بها قدراتكم وروبوتاتكم وأسلحتكم. صراحة اللعبة أسطورية غنية عن التعريف، أنا شخصيا ألعبها ومستمتع باللعب بيها. رابط اللعبة في صندوق الوصف بالدسكريبشن. يلا جيش أمير بروز، روحوا كلكم حملوا اللعبة واستمتعوا بيها ولعبوا حرب الروبوتات اللي هي وور روبوتس. خلوني أسوي أنبوكسنج لهاي الوجبة السويدية وخلي نشوف شنو ياكل الجندي السويدي. أوه واو، مبينة وجبة رزنة ثقيلة بهاي الطريقة. الكيس مالهم ينفتح، اوه خلنا افرغها كلها. السويد السويد. اذا تلاحظون الدول الاسكندنافيه، انا سويت طعام الجيش النرويجي، الوجبات تجي على نظام الباستا، يعني لازم تضيف لها ماي حار. هنا عندي الماي الحار، خلي شغله. هنا عندنا نساتل وجبه حلويات، نساتل حلويات. هنا طبعا هذا بروتينات مال طاقه، مثل ما جاي تشوفون فول سوداني، وهنا أنا بعد فول سوداني ثاني بس يختلفن. خاشوقة مشروبات، هذا مشروب، هذا ايسوتونيك درينك، مشروب للارواء الفموي يعني للجفاف. خل اجهز لي واحد، صار عندي جفاف تقريبا عطشان. هذا جريب فروت فليفر، يعني هذا يسمونه الزنباع بالعربية، اللي هو البرتقال الأحمر يصير. وهذا عندنا اورنج فليفر بالبرتقال، ايسوتونيك درينك بالبرتقال اصفر حلو. وهنا عندنا جريب فروت بعد واحد البرتقال الاحمر استخدمته، وهذا اورنج همين بعد واحد استخدمته، مكررات يعني. وهنا بينا بارر زبده الفول السوداني، اوه نات كريم زبده الفول السوداني بس فيها شوكولاته يمكن. هنا قهوة اثنين، خلينا هنا بقلاص القهوة اثنين، ممتاز. مناديل مرطبة ومعقمة ضد البكتيريا اثنين، وهاي بعد نستلة وهاي نستلة. شوفوا الحلويات العملاقة، مناديل ضد البكتيريا وبعد نستلة. مثل ما جاي تشوفون بروتينات، هاي كلها بروتينات. علج واحد اثنين ثلاثة بالنعناع، هذا لحم مقدد مجفف خليه هنا. بسكت، هذا بسكت عسكري سويدي اصلي. اوكي هنا الماي عندي حمى، راح اضيف هاي وجبه الحلويات بعدين اسوي لها ريفيو. اوكي خلوني هسه حاليا استمتع بالوجبات الرئيسيه. اوه يريد له ماي، كلهم يريد لهم ماي. هذا شكله على الطريقه الاسيويه الكوريه، السويد والنرويج نفس الشيء. هذا اللي ميوزلي الهريسه، مثل الهريسه العراقيه بالضبط، يعني تقريبا نفسها، ريحته دارسين كلش قويه. هاي حامض حلوه شارده من الوجبه، تريد تشرد ما اكلها بس راح اكلك يا حلوه. خل اضيف الماي على الميوزلي، راسمي لي خط هنا. اوكي يقول لك ستوب، لا تضيف ماي زايد يا امير ابراز. خاشوقه ما ادري مالي جيش اصليه عسكريه، عدي ضاله خبطه شويه يا ميوزلي. الوجبه السويديه جاي احس بيها مركزين على البروتينات اكثر شيء والحلويات، هاي الشغلات يعني. اوه هم معكرونه،
هم معكرونه مثل ما جاي تشوفوها هاي قدامكم اليوم كله معكرونه سويديه. هم راسمي لي خاط نضيف عليها الماي نضيف هنا الماي ماي حار يفور بركاني اوكي. وهاي المعكرونه الثالثه بالجبنه ممتاز جدا اوكي خليهن شويه اللي هنا هاي النستلة تحها بروتين التوت واو واو شوف كمية البروتينات العملاقة بهاي الوجبة شوفوها وهاي بعد بروتين ايش طلعت هاي شوف 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 انرجي بار يعني يقول لك هاي نستلة طاقة شوفوا هاي همين بروتينات وهنا عندنا شوكولاتة شوكليت بار هذا الشوكليت بار الأول واو هذا الشوكليت بار الثاني روستد اند سالتد يعني يقول لك هذا مشوي ومالح وهذا الثاني باربيكيو صوص نضيفه وياه نخبطه يلا يا ابطال تفضلوا وانا مع الشاق دق السبال وهاي الشغلات المقرمشه نم 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 واو زبده الفول السوداني مثل ما تشوفون بينا بارر ممتاز اوه من خليت عليها الماي كثرا صار ثقال اتصور كاكاو هاي هم بينا بارر اي صحيح بينا بارر بس كاكاو مثل الريسز يعني بينا بارر بالشوكولاتة ريحة ريسز واو هاي وجبة الريوق والحلويات مال الجندي السويدي شوفوا 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 الكمية حتى الصينية ما اشيلها بعد جبنة ممتاز خلوني استمتع بعدها شوي حارة يلا يا ابطال تفضلوا وانا مع عشاق الوجبات العسكرية واو معكرونة رهيبة هذا اللحم خليه شويه هنا لحم مدخن ويا المعكرونه يصير فشي رهيب اوه يا اجرب هاي بالجبنه باع اوه باع الجبن شوفوا شوفوا الجبن مالها فد شي رهيب واو هو هذا الشغل الصح مستمتع حاليا بهاي الوجبة صراحة وجبة من أروع ما يكون الأكل نظيف وجديد وتازة وانت تطبخه بيدك بس تخلي عليه ماي
واو هاي المعكرونة كلش عجبتني، وبعد عندي هاي ما جربتها هسه اجربها. هاي مثل النودلز مقطعة بها لحم مجفف وفلفل حارة. هاي واو، يعني طعمها مثل النودلز الكوري، بايقين الفكرة منهم ما ادري. النودلز العريضة اللي هي ستيو تايب نفس النودلز الكوري. هاي اعطيها 9/10 وهاي 9/10 وهاي 9/10. اي نعم، واو. بعد جبن. تعالي. اوه يا فد شي رهيب. هذا اللحم طعمه كلش حلو. انا مو من عشاق اللحم المجفف بالمناسبه، بس هذا عجبني مسوينه صح. واو، هذا طعمها كلش حلو. اوكي، هسه نجي لوجبة الحلويات. واو وجبة رهيبة، خل اجرب هذا العصير. برتقال طبيعي 100%. هاي القهوة خل اجهز لي غلاس قهوة. بعد وحدة
الاحظ منتجات طبعا نفس ملابس الجيش النرويجي، مثلا هسه القهوه، الفول السوداني نفسه اللي بالجيش النرويجي سويته. هذا الماي بعد حار، ممتاز. وهذا الميوزلي والهريسه، شوفوه. اوه هريسه، هذا الميوزلي. ريحه الدارسين البيه، دارسين كلش قوي. انا جربه اول شيء. واو. البسكيت. واو يا البينا بارر، شو يصير هذا؟ كسرت. يلا تفضلوا. صراحة عالم ثاني، البينا بارر ويا الشوكولاتة ويا بسكت الشوفان وفوقها قهوة، فتشي خيالي صراحة. يعني ما ادري شو تحس، تحس انه طعم الريسز ويا الشوفان ويا القهوة، ما ادري فتشي رهيب. وهذا طبعا جربته، مالح ويا الباربيكيو صوص. وهاي مال الطاقة. جوز هند، ريحة جوز هند كلش قوية بيها يا ابطال امير بروز. فتشي رهيب، فتشي صراحة الرزن. وهاي خلنا اجربها. واو توت. فتشي رهيب. هذا شوفان بالشوكولاتة. أو ياها زبيب. يلا يا أبطال. بها ريحة دواء، فتشي طبي يعني. واو بيها طعم دواء، كأنما شارب دواء امبسيلين او هذا الاموكسيسيلين ما شنو، نفس الشيء يعني، مال فيتامينات قويه ما اعرف، بس طعمها طبي ما عجبتني. وهاي اخر شيء اللي هي الشوكولاته.
شيء ممتاز. وهاي المناديل ضد البكتيريا. واو واو تخنق ريحتها كلش قويه ديتول. طلع عندنا هنا حامض حلو وعلج وهاي الشغلات يعني. انتهت الوجبه. نجرب هاي الحامض حلو وياكم. وين عشاق الحامض حلو؟ يلا حامض حلوه بالليمون. ما كاتبين عليها بشنو بس خل اجربها. اوكي بالليمون ممتاز جدا. ومثل ما شفتوا يا طالعين ابراز وصلت وياكم لنهايه هذا الفيديو. سويت ريفيو وجربت طعام الجيش السويدي وجبات طعام الجند السويدي لمده يوم كامل 24 ساعه. بنهايه هذا الفيديو اشكركم على المشاهده. لا تنسون اللايك، واللي ما مشتركين بالقناه يشتركون بالقناه وكتبوا لي بالتعليقات شنو التحديات والاكلات والجيوش اللي تردوني اسوي لكم عليها فيديوهات. التقيكم بالفيديو الجاي، مع السلامه.